أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة على أن المجالس البلدية تعد ركنا أساسيا في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وشريكا داعما للحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوها بدورها في عملية البناء والتطوير لتلبية تطلعات المواطنين. جاء ذلك خلال أولى جلسات مجلس بلد المنطقة الجنوبية، والتي تم خلالها تزكية السيد عبد الله إبراهيم عبد اللطيف رئيسا للمجلس بالدورة السادسة، والسيد عبد الله بوبشيت نائبا للرئيس، وذلك بعد أن أدى أعضاء مجلس بلد المنطقة الجنوبية القسم أمام سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة في مجلس بلد المنطقة الجنوبية بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية وعدد من مسؤولي الوزارة ومندوبي وسائل الإعلام المحلية. وبذلك تكون جميع المجالس البلدية قد أنهت عملية انتخاب رؤسائها ونوابهم. وفي كلمته بهذه المناسبة هنأ سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة السيد عبد الله إبراهيم عبد اللطيف والسيد عبد الله بوبشيت لتزكيتهما لرئاسة مجلس بلد المنطقة الجنوبية، مؤكدا الإيمان التام والثقة الراسخة بقدرات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الحالية رجالا ونساء. وفي هذا السياق قال وزير شؤون البلديات والزراعة إن الوزارة وضعت خطة لأعضاء المجالس البلدية تضم برامج متنوعة وورش عمل ومحاضرات متخصصة من أجل تعزيز وعي الأعضاء فيما يتعلق باختصاصاتهم وممارسة أدوارهم بكل مهنية واحترافية. أعضاء المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية اليوم القسم، وتم اختيار الحمد لله رئيس المجلس البلدي ونائب الرئيس بالتزكية، والحمد لله كان هناك في توافق وتجانس بين الأعضاء لاختيار الرئيس ونائب الرئيس، وإن شاء الله التوفيق لكل أعضاء المجالس البلدية وتعاون يكون مستمر مع الأعضاء الجدد. أحب أن أهنئ القيادة الرشيدة على نجاح العرس الانتخابي والمشاركة الغير مسبوقة للناخبين، والذي يدل على وعي المجتمع بالمشاركة وإيصال الشخص المناسب في المكان المناسب في المقاعد النيابية والبلدية. والشكر أيضا موصول لوزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل المبارك على حضوره وتشريفه لنا اليوم. سنعمل كلنا سويا لخدمة أهالي المحافظة، وسنعمل أيضا على تحقيق التطلعات والأماني لأهالي المنطقة الجنوبية.